داز نهار غزال مع ناديه ما سخيتش بها ملي كنجي عندها كتفكرني في الذكريات وفي ايامي في المحل والاجواء. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم هنايا البنات غندوزو مع ناديه باش غتشاركنا الكيكه ديال المحلات اللي كدير هي في المحل ديالها وكتكون مطلوبه عندها. وكنتو خليتوا لي حتى في كومونتير بغينا الكيكه ديال المحلات. اليوم البنات كيكه بحجم كبير اللي كتخدم ناديه الكليان ديالها اللي كتخدم في المحل. رائعه وكتجيب واحد الميكاد حامض. اليوم حمضناها سنة اليوم غتجي واحد الكيكه وانا اصلا من الكيكات المفضلين عندي ديال الحامض. كتجي غزاله ديال الحامض وفيها البنات حتى واحد الاسرار غتشاركهم معكم ان شاء الله. ودابا هنايا غتبداي في السيرو قلتي لي هو الاول. اول حاجه غنبدا في السيرو غنخلي الطبخ على ما السيرو كديري فيه جوج حامضات. عرفتي هاد جوج حامضات اللي حكيت هادو ما نضيعهمش غادي كامل. دابا جوج حامضات يحيدوا القشره ديالهم. يحيدوا القشره ديالهم وكنديروا معها كسيرو اولا حامضه كبيره. انا هاد حتى هادو عندي صغارين. ديروا حامضه كبيره هانتوما هادو راه غير صغير. ورينا البنات حكوا القشره ديالها. ها هي صافي كتحل بجوج قشور ديالها غتقطعوهم هكا يا دابا وغندير معاها انت تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء ديال العنبة. البنات جوج كيسان ديال هذا وغندير معاها كاس لا روب ديال سنيده. كاس لا روب ديال سكر سنيده. يا البنات صافي هنا غادي نزيد هذا كاس لا روب تقريبا ديال سنيده ديال العنبه باش كنعبر ديما صافي. دابا هذا غنديرو حنا مزيان حتى يغلاو داك الحامض يطلق داك النكهه ديالو. صافي غادي نطفي عليه. انا غنديرو يغلى. وهنايا غندوزو البنات الكيكه ديالنا. هنايا انت كديري مقادير كثيره. غنعطيهم الطاوه. الطاوه خصنا عاد غنبدا المقادير. دابا هذه هي الطاوه اللي غادي ندير فيها انا هذا. شفت واحد الطاوه كبيره عندها هي الله يهديها كتقول خاطر مع المحل وكنقطع معها كمرصويات ديال الفران. هذه الطاوه اللي كتكون ديال الفران ما عرفاش العرض ديالها. ما عرفاش نديرو ليهم بالشبن. نعبروا ليهم بالشبن صافي. شوفوا اخواتاتي سمحوا لي عرفتي شنو عندي الميترو في الدار وشحال مره صورت والله الا وتيمشي ليا من البال ديالي ماشي مشكل. المهم طاوات الفران وحنا غنكتبوا ليهم النص ديال المقادير حيت اش كاين اللي ما غيبغيش يدير هذيك الكميه يدير النص ديالها. يدير تقريبا قد النص ديالها غيكون. شوفوا البنات النص ديال هاد الطاوه عندي طاوه اللي كندير فيها دوك حليوات لاكريم. النص ديال هادي فيها 29 على 31 اللي بغى النص ديال هاد الطاوه هاد حيت هادي راه طاوه كبيره ديال المحلات. كتكون فيها 20 سنتيم. اها هانتي ها هي شبر كبير هانتي ها جوج ها 20 وها يعني ها 20 40 و10 صافي. المهم البنات الطاوه ديال الفران اللي كتشرى مع الفران كتكون مع الفران. المهم صافي غندوزو هنا شحال من بيضه. صافي هنايا انا غادي نحيد هاد الطاوه هذه. هنا 8 البيضات المقادير ديال 4 البيضات. باينه انت دابا 8 البيضات يعني 4 البيضات. هنا جوج كيسان هادو جوج كيسان 40 كاس لاروب كاس لاروب. غيديروا 4 البيضات كاس لاروب كاس لاروب زيت كاس لاروب سنيده كاس لاروب ديال سنيده. يعني هذا عصير الليمون. هذا البنات عصير الليمون. عصير الليمون جوج كيسان يعني غديروا كاس. والنكهه ديال الحامض والحامض والطحين راه حسب الخالق. وبالنسبه للخمارات غيديروا ثلاثه غادي يقسموا 4 البيضات. هنا 6 غيدير هما ثلاثه ثلاثه صافي نبداو ان شاء الله. صافي هنا يا اختي غادي نزيد هنا عندي جوج كيسان لارو ديال سنيده. انا خصني ندير جوج ولكن انا بقات لي غير وحده ولكن انا راه منكهه بالحامض مزيان يعني ما المهم اللي دارت مقادير كثيره دير جوج. اللي دارت 4 البيضات دير غير وحده. الحامض كيتواتى مع الفاني. وسمحوا لينا اخواتاتي الا سمعتوا صداع راكم عارفين حنا في المحل شي غادي شي جاي شي جالس شي باغي يفطر. سمحوا لينا الا سمعتوا هكا سمعتوا الصداع. صافي هنا خصني سنا دابا غير البيض والسنينه وانزا غادي نضربهم هكا بالفويو. غادي نديرها في مولينيكس تضرب ليا مزيان مزيان. غتخدميها في مولينيكس باش دغيا تساعد حتى كتخلطيهم مزيان عاد كديري هكايا غير نكتبها هكايا. صافي وغادي ندير غادي تخلط مزيان في مولينيكس. هنا غادي نزيد واحد قبيصة الملحة باش تصحح لينا الضوء.
خلاص كتجنن ديك الحبسه هذيك زوينه جنينه صافي انا كلشي غندير نخدم انا غنديرو غير سنيده او بعد حتى يطربو مزيان عاد غادي نبدا في المقادير الاخرى وكنتمنى من المتتبعين ديال اختي سان يجربوها راه كتجي جديده ان شاء الله. البنات جربوا نص ديال المقادير، هذه هي الكيكه ديال المحلات اللي كتعجبكم كتكون في المحلبات و... وعندها كصحاب الفطائر و... كتجي زوينه صراحه. كندير هذه وكندير حتى وحده ديال الشكلاط كتجي واعره، راني حطيتها كاينه في الحانوت عندك في القناه كتجي خطيره صافي. عاد شنو نخلي لهم الرابط ديال الشكلاط صافي، وغنطلع مزيان البيض والسكر والفاني وقبيسات الملح صافي. دابا هي طربات مزيان هذيك البيض والسنيده، غادي ندير هذا الاناء هذا نيت اللي كتخبي على هذه صافي. دابا راه مطرب، غادي نزيد هذاك جوج كيسان د الليمون. دابا هنا غندير كلشي، جوج كيسان لارون ديال الزيت، غادي ندير هذا القشور ديال الحامض، غندير هذيك النكهة ديال لارون ديال الحامض تقريبا شحال؟ تقريبا معلقة كبيرة، تقريبا واحد معلقه كبيره هكا. المهم لان المقادير كثيره، نتوما البنات اللي درتو غير النص غديروا معلقه صغيره صافي. دابا غادي نضرب هاد الشريط هكا غير بشويه داوي. سبحان الله هاد الكيكه سريعه ودغيا سهله وبنينه، كتجي هكا مع الطرب داك النكهه ديال الحامض كتجي صافي. غادي نقلب حنايا غير طحين وخماله ديال الحليب تما ما عبرش شحال ديال انا غادي نعبر معاهم المانيشان. انا الصراحه ما كنعبرش، ولكن دابا ملي غادي نصوروا غادي نعبر باش هما يعرفوا. هاد الزلافه راه كتستقرب جوج كيسان، الزلافه كتهز جوج كيسان وبالعبر 250 غرام فيها رابعه صافي. انا عبروا بالزلافه البنات لان عندنا الكونتيتي كثيره باش ما نبقاوش عاد الكاس غيشد لينا شويه الوقت. المهم راه كاين زلافه فيها جوج د الكيسان وكتهز رابعه. اللي غيدير البنات اربعه ديال البيضات غيدير ثلاثه الخمارات، هنا راه ثمانيه د البيضات اللي دارت. جيتي حسن لقيتي عرام ديال لي كوموند ديال رفيسه، عندهم لي تبارك الله المسمن ديال رفيسه ديالهم لا يعلى عليه. حتى عييت صراحه والله العظيم، زعما هذه شهاده حق. راه كنت فاش كنت درت لكم رفيسه بريستيج فاش كانت نيت جات عندي اختي ناديه جابتو معاها صافي. هذه الخمارات حتى هما غادي نغربلهم هكا ضروري تغربلو الخميره. شوفوا البنات كلها مخوره الزلافه الثالثه ما غاديرهاش كامله وخلي شويه باش نشوف. انا صراحه ما كنعبرش كندير نيشان تندير عيني ميزاني صافي. هنا اختي سناء دابا كان تقريبا هذيك الزلافه الاخرى درتي غير النص ديالها، النص ديالها ما درتوش. هانتوما القوام ما ثقيل ما خفيف، ملي كتكتبوا شي حاجه فوق من الكيكه راه كترسم ليكم. فيه هذا هو القوام ديالو،
صافي دابا غادي ندوز نديرها في الطاوه وغادي نخلي واحد الكميه صغيره غندير فيها هكا الكاكاو بودره الكاكاو باش غنزين هذيك الكيك ديالي من الفوق اجيب واحد التزيين زوين صافي دابا اختي سناء غادي نخوي هاد الكميه وغنخلي واحد شويه باش نديرو التزيين بسم الله صافي غادي نبقى ندفع هاد الكميه هادي غادي نبقى ندفع هكا الجوانب ما مازال كطلع انا هاد الطاوره كنت درت فيها الزيت ودرت فيها كاين رشيتها بسبيسيال ولا الطحين اولا السميده وهنايا البنات هذاك الشويه اللي خلات غتزيد ليه الكاكاو باش غادي تزين بها نتوما الطاوه كتسرح الخليط مزيان على الطاوه كامله كتنقصوا تقريبا واحد الشويه صافي دابا غنزيد هذيك الملعقه هكا ديال الكاكاو صافي وغادي نبدا الحبيبات هادو غادي نبداكم هكا باش ماشي يهبطوا حتى هما كديريها في شي بلاستيك كنديرها انا غير بلاستيكه وكندوز هكا من الفوق وكيجي فيها واحد المنظر زوين اختي سناء كتجي هكا عاطيه العين صافي انا غنحرك هاد الكاكاو وهاد الخليط اللي بقى لي انا هنايا من الكيك صافي نخلطو هكا مزيان الا جاكم عقد زيدو شي شويه شي هكا معلقه كاع د الماء الماء ولا الحليب اللي عندكم هكا الحليب زيدو الحليب صافي انا كنديرو هكايا كنخلطو مزيان صافي وغديري في صافي دابا غنديرو غير بلاستيكه وغادي ندوز باش نزينو هاد الكيك ديالنا صافي اختي سناء انا جمعت هاد الخليط كامل ديالي هنايا وغندير واحد الكاس غندير فيه واحد البلاستيك اولا واحد البوش اما كيكون عندي لي بوش مثلا ديال اختي ولا راه حتى حتى البلاستيك بقى ديال الغرض صافي وغادي نخويها كامل صافي دابا اختي سناء انا راه درت الكيك ديالي في هاد البلاستيك هكا وغادي ندوز هكا باش نزين غندير هكا خطوطه بهذا الشكل هذا صافي هكايا فيه صافي هكايا كامل غندوزو بهاد الطريقة هادي المهم هاد الكيك اللي بقى كامل دوزو بهاد الطريقة هادي باش ما يضيعش باش ما يضيعش شو كيبقى يتزاد في الكيك صافي البنات غدوزو كامل ومن بعد توريكم كيفاش غتزينو وهكا كتجي الكيكة ديالكم مزينة فايبو مزينه ما حسيتوش كاع تزينو زينو عاد داك السيرو اللي كنديرو كتجي هكا معلكها وكتجي فازقه من الداخل وكتجي شاربه ديك شاربه داك السيرو اللي كنا صايبنا صافي هنا اختي سناء بعد ما درنا هذاك الخليط ديال الكيك زدنا هذاك الكيك اللي هذاك الكيك اللي بقى لنا بالشوكولا ناخذ موس وغادي نبقى ندير هاد الخطوط بحال هاد الشكل هذا ناخذ شي حاجه نبقى نمسح الموس وعاد ندير الخط الاخر صافي كنبقى هكا بهاد الطريقه هادي كيجي بحال شكل ملفاي ملفاي حاولوا البنات داك كما كتسمعوا الموس راه كتهبط الموس حتى تيقيس الطاوه صافي غنعاود نرجع لهذاك الموس الجهه الاخرى بحال هذا الشكل هذا صافي دابا هنا خواتاتي غادي ندخلوا الفران انا الفران هنا شعلته هكا يسخن لي غير شي شويه وكندخلو وكنقص الفران هكا يعني يكون متوسط ما يكونش مجهد بزاف المهم عافيه مهيله بحال هكا انا عندي غير الفران د البوطه عاديه فاش كنطيب الكيك ديالي وراه تبارك الله كيطلعوا كيجيو زوين صافي دابا انا غنمشي ندخل هاد الطاوه هادي وغادي ندوز ندير معاك واحد داك المره درنا اكبر حرشه دابا غنديروا اكبر غيفه عامره في الفران صافي ان شاء الله هانتوما البنات هنايا راه كيقطعوا التريت تبارك الله التريت ديال ناديه راه كيجي واعر الناس ديال تمارا اللي كيبغيو التريت دخلوا القناه عند ناديه خواتاتي المتتبعات ديال سناء غتلقاو الفيديو اللي في اللي غديري ليا في صندوق الوصف غتلقاو النعت بالضبط شحال مره تيقولوا لي راه ما عرفناش البلاصه فين كاينه غتلقاو النعت بالضبط
وغتلقاو النمره ديال التليفون ديالي اللي بغا هكا لي كوموند رفيسه ريف. المهم انا اغلبيه الحوايج كنديرهم كوموند مثلا رغيفات لي عامرين بكفتار، رغيفات لي عامرين المهم اي حاجه بالخليع داكشي كنديرو كوموند حسب الطلب. هنايا هذا التريد راه اليوم درنا في الشتي سنة 10 كيلو ديال التريد، كان عندنا كوموند انا كنقطعو بهذه الطريقه هذه، هانتي كيجي مورق وكيجي محلول وكيجي بهذه الطريقه. والطريقه ديال التقطاع اللي بغاه باليد كنقطعوه ليه باليد، اللي بغا هكايا كيجي بحال سباكيتي بحال سباكيتي بحال شكل ديال باط كنقطعوه ليه هكا بالموس. بهذه الطريقه هذه ساهله، شحال واحد كيبقى يقطعو بالمقص كيشد بالوحيده بالوحيده كتعطل. حنايا كنديرو هذه الطريقه اللي ساهله كتمصل بيا تبارك الله عليك. كيفاش كيجي؟ خاصه غير شي دجاجه بلديه سنه. شهيتينا شهينا شرفيسه في هاد البلد. وهنايا البنات ناديه راه خدامه في واحد الكوموند ديال المنوي الصغير، غتبدا طيبو كوموند ديال واحد السيده. نصور لكم لقطات المنوي الصغير مشاركه معاهم في القناه ديالي. كان معاهم مشاركه معاهم الطريقه اللي سهله من السربيه ديال الملوي الصغير، ديال الملوي مسربيه 100%. المهم البنات غتلقاو ان شاء الله القناه ديال ناديه ودخلوا ديروا دويره عندها بالنسبه للبنات الجداد. اما البنات القدام كاين الملوي ديال الخليع، كاين يعني جميع انواع الملوي غتشوفوهم معايا ان شاء الله في القناه ديالي. الملوي هكا المسروق تبارك الله، هذا راه الملوي الصغير كاين بزاف. هذا خاصو مازال يطلق واحد شويه، ولكن السيده مزروبه، السيده مزروبه هي واقفه علينا كيفما كتشوف. وهنا كيكة ديالنا خواتاتي هي راه جدات، راه غير الشكل ديالها تبارك الله ما شاء الله كيشهي، وكتجي هكا منكهه بالحامض. كنتمنى انكم هكا تشوفوا الفيديو ديالي. وكما قلنا اللي بغى المقادير نص عنده طاوه هكا ديال الدار، راه غيدير نص ديال هاد المقادير هذه اللي درت انا هنايا. هنايا دابا هذا هو السيرو ديالي، هو راه وجد خليته حتى غلى مزيان وداك الحامض يعني طلق في هذاك الماء وجا هكا ولا معسل. هنايا الا كانت الكيكه يلاه جبدوها سخونه يكون السيرو بارد. دابا انا خواتاتي الكيكه راه بردات ليا، انا راه سخنت السيرو ديالي. اولا العكس، الا كانت الكيكه هكا سخونه السيرو يكون بارد. صافي دابا غادي نسقي هاد الكيكه ديالي، كتجي هكا مسقيه من الداخل كتجي معلكه وكتجي ما كتجيش ناشفه. كتجي زوينه كتاكلها دغيا كدوب لك في الفرن. صافي انا غادي نسقيها مزيان حتى تبان ليا تسقات لي مزيان. صافي دابا هنا راه شربات هذاك السيرو مزيان. هانتوما كتشوفوا هذيك الزفه كامله اللي درت، راه درتها معايا كتجي هكا فازقه وكتجي رطبه. صافي دابا هنا انا غادي نعبر بهاد الكارطه هادي باش يجوني هكا لي مورسو قد قد. صافي هنايا غنزيد هذا انت كتبيعيها مورسويات. انا كنبيعها كاني مورصه. اللي بغا كيكه هكا يا البنات كامله راه كتبيعهم ناديه كوموند. وحتى كيجيوني كيكات هكا مدورين كنديرهم في مدورين. ولا بغيتو شي حاجه زوينه يعني فيها مقادير كثير، بغيتو داكشي على حساب الناس كديري هي على حساب الطلب. هذه راه تبارك الله كتجي بحال الملفه الشكل ديالها، ما تحتاجوش كاع تزينوها. لا دي ما كتزينش حيت هي مزينه راسها تبارك الله ما شاء الله. هي في هذاك كنت البنات شاركتها معكم بيضه وحده ولكن مختلفه على هذه اللي دارت ناديه. هذه عاوتاني ديال البيع. شوف تبارك الله كيفاش كتجي، شي كتجي من الداخل فازقه وكتجي معلكه. نحطها هنايا نتوما البنات راه كتحط هكا مورسويات. دابا اختي نادية شحال كتبيع المورس؟ بالنسبة لهادي كنبيع بجوج دراهم اخواتاتي المورسو، وعلى حساب كاين اللي كيك اللي كندير فيه كاين اللي كيك عاوتاني اللي كتكون فيها القوام زايد كان على حساب القوام. حتى هادي تبارك الله راه فيها عصير الليمون فيها واخا الانسان يدير حاجة مزيانة حاجة زوينة باش اللي شحال من واحد راه كيدوقها وكيرجع في البلاصه تيقول لي ما دي عفاك دير لي ثلاثة ولا دير لي أربعة. انا هذاك الشيء اللي بغينا الانسان تعجبو ويجي يعاود ياخذ. صافي البنات غتستفى هكا هي تقادها ونرجع نوريو. بالنسبه لهاد لي كارت هادو حتى يقولوا لي البنات راه غاليين، انا هادو حيت كنت خديت بزاف وبقاو ليا. نتوما ديروا هكا صحاب المحلات اللي بغا يبيعها يدير قويعطات،
كاينه لا كوارطات كوارطات البنات عادي، ولا هذوك ديال الكاب كيك دوك الكواغط ديال الكاب ديال كاينين دايرين هكا كوارطات دايرين حتى هما يجيو زوينين. شوفوا تبارك الله البنات كي كتجرى كتجي زوينه وخفيفه. ها انتم البنات شوفوا الطريفات بعد ما قطعتهم ناديه كي كيجيو غزالين تبارك الله. شوفوا كتجي من الداخل كما قلت لكم كتجي خفيفه. انت قيسي شوفي خفيفه شوف. انتما خفيفه وكتجي هكا معلكه هي دغيا كطلع غزاله تبارك الله. خفيفه وكتجي زوينه يعطيك الصحه دغيا كدوب في الفم كتمشي بسرعه. الحامض الحامض خلاص بعد البنات راه بها سر ليهم الحامض فيها عرفتي واضح وباين وهكا حتى اللوين ديالها جا باين ديال الحامض. وهنايا البنات غنختموا معكم الفيديو ديالنا. صراحه ما سخيتش بناديه هذا النهار هذا، صورنا لكم جوج الوصفات ولكن باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف انا ندير لكم الكيك ديال المحلات فيديو، وغندير لكم ان شاء الله المسمنه الكبيره فيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وكل وصفه تشوفوها مزيان. وكنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش لي لايك الفيديو سناء والله يسهل على كل حاجه. امين يا ربي امين. وهذا نهار غزال مع ناديه ما سخيتش بها ولي كنجي عندها كتفكرني في الذكريات وفي ايامي في المحل والاجواء. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم هنا غنختموا معكم الفيديو ديالنا، نقول لكم السلام عليكم وخلينا لكم الراحة ونتلاقاو فيديوهات جاية إن شاء الله. السلام عليكم.